صلوا بينا على النبي. وبيبدأ المسلسل مع سيون اللي كانت بترقص وبتغني وهي مبسوطة جدا، وبنعرف ان الرقص والغنى موهبتها المفضلة، لكنها مش بتعرف تظهر موهبتها بسبب انها تخينة والناس بتتنمر عليها. وبنشوف بعدها الاخت التوأم لسيون واللي بتكون مشهورة جدا واسمها سوشي، وبتروح بعدها سوشي تبص للمغني المشهور اللي بيتدرب معاها في نفس المكان، وبنعرف ان سوشي بتتدرب على الرقص علشان بتجهز العرض عايزة تنجح فيه. وبعد ما سوشي بتخلص تدريب بيقول لها المذيع ان هو عايز يعمل معاها مقابلة في بيتها، وبيكون باين على صحاب سوشي ان هم متضايقين بسبب ان سوشي مشهورة اكتر منهم. وبعد ما بترجع سوشي للبيت بتقعد مع والدتها ووالدها وبتعمل المقابلة اللي كانت مطلوبة منها. وفي الوقت ده بنشوف سيون كانت في اوضتها وعايزة تروح للحمام، لكنها مش بتعرف بسبب الناس اللي بتعمل مقابلة مع اختها. وما بتخرج سيون من اوضتها علشان تروح الحمام بتلاقي اختها كانت بتمشيها علشان ما تظهرش في المقابلة. وساعتها سيون بتسمع سوشي كانت بتتكلم عنها وبتقول ان عندها اخت توأم بس هي اجمل منها بكتير. واما المذيع بيطلب من سوشي تعرفهم على اختها، بتقول لهم انها مسافرة برا البلد علشان هي بتستعر منها. وبعد لحظات بنشوف سوشي كانت بتتكلم مع اختها سيون اللي كانت بتقول لها انها سمعت كل كلامها في المقابلة. فبتقول لها سوشي انها مش عايزة الناس تعرفها علشان هي مشهورة ومش حابة الناس تعرف ان ليها اخت تخينة. وبتكون سيون متضايقة علشان بتتعرض للتنمر من اختها، وبتقعد تتخيل انها بتضربها وماسكة في شعرها. وفي تاني يوم بتروح سيون للمدرسة، لكنها بتفضل باصة في الارض بسبب الطلبة اللي مش بيوقفوا تنمر عليها. وبيكون باين على سيون انها معجبة بحد اسمه مايكل، لكنه بيكون مش معبرها ولا مهتم بيها. وساعتها سيون بتفتكر اللي حصل من سنة وانها تعرضت للتنمر من الطلبة علشان عرفوا انها بتحب مايكل. وبنعرف كمان ان مايكل كان بيستهزأ بيها علشان هي بتحبه وهو مش معبرها. وبنرجع بعدها للوقت الحاضر وبنشوف سيون رجعت للبيت وبتفضل تدور على الكلب بتاعها علشان اختفى فجأة. وفي نفس الوقت بنشوف سوشي كانت بتصور اعلانات مع المغني توكان. وبعد ما توكان بيخلص تصوير الاعلان مع سوشي بيروح للمخرج وبيقول له ان هو مش عايز يصور معاها تاني. وبيكون توكان مش عايز يصور معاها علشان هي مش ناجحة في شغلها وبتعتمد على جمالها اللي مغرورة بيه. وبنشوف بعدها سوشي كانت بتحاول تقرب من توكان، لكنه كان رافض يتكلم معاها علشان شايفها مغرورة وانه انجح منها بكتير. وبنرجع تاني لسيون اللي كانت بتدور على الكلب بتاعها، لكنها مش بتلاقيه وبتلاقي عجوزة كانت مرمية على الارض. وما سيون بتساعد العجوزة وبترجعها لمكانها بتعرف انها سحرة وبتقدر تعمل اي حاجة للناس. وبتكون السحرة عايزة ترد الجميل لسيون علشان ساعدتها، فبتقول لها تتمنى اي حاجة وهي هتنفذها. وساعتها سيون بتقول في نفسها انها عايزة تعيش زي اختها علشان تبقى جميلة وما تتعرضش للتنمر تاني. وبنشوف بعدها السحرة جابت لها عقد وبتقول لها تخليه معاها وما تسيبوش مهما حصل. وبعد ما سيون بترجع للبيت مع الكلب بتاعها بتقع على الارض وبيغمى عليها. وفي نفس الوقت بنشوف اختها كانت بتتدرب على الرقص وبتقع هي كمان وبيغمى عليها. وما سوشي وسيون بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في نفس المستشفى بس اجسادهم اتبدلت مع بعض، وبيبقوا وقتها مستغربين من اللي حصل وبيحاولوا يفكروا ازاي هيرجعوا لاجسامهم. وبعد ما بيجربوا كذا طريقه وبيفشلوا بتفتكر سيون انها اخذت العقد السحري من العجوزه. وبنشوفهم بعدها راحوا للمكان اللي فيه العجوزه لكنهم مش بيلاقوها، وبيعرفوا انها هترجع بعد شهر من السفر. وبيقرروا بعدها ان كل واحده هتعيش حياه التانيه لمده شهر، بس بيتفقوا ان ما ينفعش حد فيهم يبوظ حياه التاني. وبتبدا سيون انها تعيش حياه اختها سوشي وبتروح للمكان اللي بتتعلم فيه على الرأس. وبنشوف بعدها سوشي بدات تعيش حياه اختها سيون وبتروح للمدرسه بدلها. وبيكونوا الطلاب ما يعرفوش ان سيون اتبدلت جسمها مع اختها، فبيفضلوا يتنمروا عليها كالعاده. وبتكون سوشي متضايقه علشان بتتعرض للتنمر، لكنها مش بتعمل حاجه علشان ما تبوظش حياه اختها. وفي الوقت ده بنشوف سيون كانت بتتدرب على الرقص، لكنها بتكون مبتدئه ومش بتعرف ترقص. وبعد ما سيون بتخلص فقره الرقص بتلاقي صحابها جم يتريقوا عليها وبيضايقوها. وبنشوف بعدها سيون اتكلمت مع اختها سوشي وبتحكي لها باللي بيحصل معاها. فبتقول لها سوشي انها لازم تقدم العرض كويس وبتطلب منها ما تبوظلهاش مستقبلها. وبيجي بعدها يوم العرض وبنشوف سيون كانت بترقص بشكل جميل جدا وبتبدا انها تغني كمان. وبيكون توكان المغني شايفها وهي بتغني وبيبدا ان هو يعجب بيها وبصوتها. وبعد ما سيون بتخلص تقديم العرض بتلاقي توكان جالها
وكان بيقول لها ان صوتها جميل جدا، وبيطلع بعدها توكان للمسرح وبيغني هو كمان، وبنلاحظ ان سيون كانت بصاله وبدأت تعجب بيه. وبعد ما سيون بترجع للبيت مش بتقول لاختها انها بدأت تعجب بتوكان علشان هي متفقة معاها ما تبوظش حياتها. وفي تاني يوم بنشوف سوشي راحت للمدرسة وبتلاقي كتاب المذكرات بتاع اختها سيون، واما سوشي بتقرا المذكرات بتاعة اختها بتعرف انها معجبة بالطالب مايكل. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بنشوف سوشي كانت عايزة تمشي لكنها بتتعرض للتنمر بسبب انها تخينة، وبتبقى وقتها سوشي متضايقة علشان الطلبات فاكرينها سيون، فبتقوم تهزقهم ومش بتسمح لأي حد يتنمر عليها. ومع مرور الوقت بنشوف سيون وتوكان بدأوا يعجبوا ببعض أكتر وبيقرروا ان هما هيعملوا فيديو كليب مع بعض. وبنشوف بعدها سيون رجعت للبيت وبتتكلم مع أختها اللي كانت بتقولها انها قرت مذكرتها، وساعتها سيون بتتعصب منها وبتضربها علشان بتتدخل في أمورها الشخصية. وبتعدي بعدها الأيام وبنشوف توكان بدأ يغني الأغنية اللي كان مجهزها، بس الأخبار بتبتدي تتكلم عنه وبيقول إن هو سارق لحن الأغنية. وبنعرف إن توكان بقى مكتئب وقاعد لوحده بعد الكلام اللي اتقال عنه، بس سيون بتروح له للبيت وبتشجعه يكمل وما يسمعش الكلام الناس. وبنشوف بعدها توكان بدأ يعمل الكليب الخاص بيه وبيخلي سيون تغني معاه في نفس الأغنية. وبيعدي بعدها شهر وبنشوف سوشي كانت فرحانة جدا علشان خلاص هترجع لجسمها الجميل. وما سوشي بتروح مع اختها مكان السحرة بيلاقوها مش موجودة وكان لسها في السفر. وبنشوف بعدها سيون مسكت العود اللي جابت لها السحرة وبتتمنى انها تعمل الفيديو كليب مع توكان قبل رجوعها لجسمها. وبنشوف بعدها توكان كان بيعمل مؤتمر صحفي وبيوضح للناس باللي حصل وانه ما سرقش لحن الاغنية اللي عملها. وفي نفس الوقت بتنتشر اشاعات عن توكان ان هو معجب بالمشهورة سوشي. وبعد ما سوشي بتعرف بالموضوع ده بتروح تتخانق مع اختها سيون علشان بوظت لها صورتها قدام الناس كلها. وبيكون توكان شايف سوشي وهي بتتخانق مع سيون، فبيروح يزق سيون وبيوقعها على الارض، وما كانش عارف ان اللي وقعت هي البنت سوشي. وساعتها سيون بتتكلم في نفسها وبتقول ان توكان مستحيل يحبها علشان هي صاحبة الجسم التخين اللي مرمي على الارض. وبتقرر بعدها سيون انها تروح للسحر علشان تستعيد جسمها، لكنها لما بتروح مش بتلاقيها وبتلاقي بنتها. وبعد ما سيون بتحكي لبنت السحرة باللي حصل بتقولها انها لازم تمسك العود السحري مع اختها وان هما لازم يتمنوا الامنية سوا. وبنشوف بعدها سيون عملت كده فعلا وبتروح تتمنى مع اختها في نفس الوقت، وبيطلبوا من العود يرجعهم لأجسامهم. واما بيصحوا تاني يوم بيلاقوا أجسامهم ما رجعتش تاني، فبتفضل كل واحدة عايشة حياة التانية. وفي يوم بنشوف سوشي كانت ماشية ومش مركزة في الطريق، بس بتجيلها اختها سيون وبتنقذها من العربية اللي كانت هتخبطها. وبنعرف بعدها ان سيون واختها سوشي اغمى عليهم، بس لما فاقوا ليه واجسامهم رجعت لبعض. وبنشوف بعدها سوشي رجعت تصلح اللي بوظته اختها وبتقول له توكان يبعد عنها علشان هي ما بقتش تحبه. ومع مرور الوقت بتبدا سيون انها ترجع لحياتها وبتفضل تغني وترقص زي الاول. وبتروح بعدها سيون تقدم في برنامج غنائي وبتنجح بانها تتغلب على خوفها. وبيظهر ان البرنامج الغنائي كان عامله توكان علشان عايز يختار واحده يعمل معاها الفيديو كليب. وبيكون باين على توكان ان هو بدا يعجب بسيون علشان حس بروح حبيبته الاولى جواها. وبعد ما توكان بيختارها علشان تغني معاه بتبدا سيون انها تقرب منه من تاني، بس المره دي كانت بشكلها الحقيقي. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.